نشرح الشابتر قبل الأخير اللي هو الشابتر الخامس اللي هو Sequential Logic Circuits. Sequential Logic Circuits عبارة عن الدوائر المنطقية، ولكن الدوائر المنطقية إلها نوع من الميموري. كيف نوع من الميموري؟ يعني أنت تتذكر الحالة السابقة مع الحالة الحالية وتعطيك اللي هو الحالة اللاحقة. هذه اللي هو النوع من الدوائر مهم جدا في الكاونترز في الميموري Logic Circuits زي الروم والرام واللي هو الشيفت ريجسترز. حنتعرف على هذولا في اللي هو في الشابتر السادس اللي هو الشابتر الاخير، ولكن اليوم راح نبدا مع اللي هو سيكونشال لوجيك سيركتس. سيكونشال لوجيك سيركتس، هذه السيركتس كيف حنتعرف عليها؟ هذه بتتعرف عليها عن طريق انك انت توجد او تطلع في الاستراكشر تبع هذا السيركت وتشوف هل في فيدباك من الاي اوتبوت للانبوت ولا لا. وايضا شغله ثانيه بتعرفك على هذه النوع من الـ من الـ من السيركتس اللي هو وجود اللي هو الكلوك اللي هو عباره عن تريجرنج سيركت. هذه التريجرنج سيركت عباره عن اشاره، هذه الاشاره تعطى الى مين؟ الى الدائره، عشان تعمل كنترول على مين؟ على الفلو للداتا من الانبوت تو ذا ايش تو ذا اوت. فعلى هذا الاساس السيكوينشال سيركتس ريممبر الباست ستيت، وبتعرف اللي هو الكرنت ستيت، combine these states مع بعض عشان تعطيك اللي هي ايش النيو ستيتس. الاسينكرونوس لوجيك سيكوينشال لوجيك سيركت، هذه النوع من الدوائر بيكون فيها كلوك، في لها انبوت تريجرنج سيركت. الاسينكرونوس بيكون من غير استخدام الكلوك. عشان نعرف الكلوك، اول شيء قبل ما نقعد نتورط في داخل الكورس لازم نعرف اللي هو شيء الكلوك. الكلوك هي عبارة عن نوع من المالتي فايبريتورز. المالتي فايبريتورز هي عبارة عن سبيشال كلاس من 5-5 تايمر. ال 5-5 تايمر هي عبارة عن اي سي سيركت. هذا اي سي سيركت مبنية على اللي هو كومباراتورز، اللي هي كومباراتورز اللي هي عبارة عن اوبريشنال امبليفايرز مع اس ار لاتش مع شوية ترانزستورات ومكثفات والى اخره. بصراحة الدائرة هي out of the scope تبعت مين؟ تبعت اللي هو الكورس تبعنا، ولكنه لازم انتو تتعرفوا عليها ولو بشكل مبدئي. في عنا ثلاث أنواع من الدوائر، اللي هي stable multivibrator وهي الكلوك اللي احنا دائما بنستخدمها. في عنا monostable multivibrator و bistable multivibrator. ايش الفرق ما بين الثلاثة؟ هنتعرف عليه في السلايدز اللي هي اللي جاية. اول شغلة نتعرف على حاجة اسمها stable مالتي فايبريتور. الستيبل فايبريتور ذير از نو كنترول، مجرد انت بتوصل الدائره للكهرباء تبدا تعطيك ايش الاشاره اللي انتوا ايش اللي انتوا شايفينها. عندنا ماينس في اوت، هذا ماينس في اوت موست اوف ذا تايم بيكون هو عباره عن الزيرو ليفل تبع الفولت، وهنا الهايت حسب مين؟ حسب الدائره اللي انت عايز تعملها ايش تريجرينج، في الغالب بتكون 5 فولت. انيهاو هذا هو شكل اللي هو الاوتبوت، عباره عن اشاره مربعه وما فيش تريجرز. يعني ما فيش تريجر. ايش معنى التريجر؟ يعني ما فيش وقت ايش انا اقول للاشاره ابدي، وما فيش وقت ايش اقول للاشاره انتهي. هذا ايش اسمه؟ ستيبل مالتي فايبريتور. يعني انا باخذ الترين من ايش؟ من البلسز بتجري ورا بعض بدون ايش؟ بدون كنترول فور ايفر. اوكي. النوع الثاني اللي بسموه مونوستيبل. المونوستيبل إلو إيش؟ أنا بقدر أحدد عن طريق التريجرينج وقت إيش تبدأ الإشارة، وقت إيش تبدأ الكلوك تعطيني إيش بالسز. أجست التريجر وبديها مين؟ بدي للسيركت التريجر أو بديها بالس. هذا البالس بتبدأ بعدها إن السيركت تديني مين؟ تديني بالس. هاي بسموها مونوستيبل أحادية. هاي شكل مونوستيبل مع كل بالس بتعطيني إيش؟ بتعطيني إشارة. مع كل بلس بتعطيني مين؟ بتعطيني إشارة. هذه اسمها إيش؟ مونوستيبل. بالصورة هذه أنا بحدد الديوريشن ما بين البلس والبلس الثاني عن طريق مين؟ عن طريق الإكسترنال تريجر. يعني أنا بقدر أحدد إيش الفريكوانسي تبعت الأوتبوت سيركت تبعتي، وبقدر أحدد وقت إيش أنا أعمل إنيشيشن لمين؟ للسيركت تبعتي. البايستيبل، هنا البايستيبل في عندها تو تريجرينج، وقت إيش تبدأ ووقت إيش تنتهي. This is kind of control. مرات بيكون مهم جدا، لأنه بيكون أنت هذه الديوريشن أنت سامح لمثلا لبعض الدوائر إنها تشتغل. فهذه
برضو من الدوائر المهمة، ولكنها تطبيقاتها out of the scope تبعت مين، تبعت هي واللي قبلها out of the scope of the course. احنا الستيبل مالتي فايبريتور هي اللي راح احنا نستخدمها في هذا الكورس، هي عبارة عن بس الكلوك. الكلوك اذا انتوا عارفين قلت لكم ان هي مبنية على 555 ثلاث خمسات تايمر. ليش سوى ثلاث خمسات؟ انت لو تلاحظت هنا في الاي سي عندك 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو، من هنا اجى ايش الاسم 555 ثلاث خمسات تايمر، لانها دائما بتعطيني مين، بتعطيني كلوك، وبتستخدم اساسا في صناعه الكلوكس. في عندي تو كومباراتورز، الكومباراتورز هو عباره عن اوبريشن امبليفايرز. هذول الاوبريشن امبليفايرز موصلين بطريقه معينه على اساس يعملوا كومباريزون ما بين ايش، ما بين السيجنالز او من مستويات فرق الجهد. وهنا عندي انا الاس ار لاتش اللي حنتعرف عليه كمان شويه، وفي ترانزستورات، وعندي نوت جيت. كل هذا في داخل اي سي صغيره اسمها ايش 555 تايمر. ال 55 تايمر لما نوصله كاز مون ستيبل بنستخدم اللي هو مين، بنستخدم الار سي سيركت. هذا الار سي سيركت هي اللي بتحدد الديوريشن تبعت مين، تبعت السيجنال. فعلى هذا الاساس الديوريشن تبعت السيجنال هي عباره عن ار1 زائد 2 ار2. لاحظوا انه ار1 وار2 عباره عن اكسترنال ريزيستورز. وعندي انا هنا في في سي سي، هذا في سي سي الليفل تبعه بيعتمد على نوع ال 55 تايمر او حسب الديزاين تبعها. مره في اغلب الاحيان بقول 5 فولت. اذا كان وضعنا انه ار1 وار2 4.7 كيلو اوم، ووضعنا انه السي تقريبا بيساوي 100 مايكرو فاراد، اللي هو السي هذا اللي هنا 100 مايكرو فاراد، بيكون اللي هو الديوريشن تايم تبعت الاوتبوت سيجنال بيساوي 0.98 سكند. وعلى هذا الاساس الفريكوانسي تقريبا بيساوي 1 هرتز. اذا هلقيت احنا انتقلنا للنقطه اللي هي المهمه. النقطه المهمه انه احنا بدنا نشوف اللي هو اسينكرونوس لوجيك ستيتس تبعت مين، تبعت بيسموها ستورج اليمنت، بيسموها لاتشز. هذه اللاتشز عباره عن ديجيتال سيركت، ات كان مينتين اللي هو باينري ستيت، اللي هو دول الباينري ستيتس ديستينكت، واحده عكس مين، عكس الثانيه، از لونج از ما هي واصله للسيركت هذه كهرباء. وهي السيركت هذه معطيه لك مين، معطيه لك على الاوتبوت 1 وعلى الاوتبوت الثاني معطيه لنا مين، معطيه لنا 0. هذه النوع من السيجنال من شر من السيركتس اللي بسمى اللاتشز، لانه ما فيش عليها كنترول باي كلوك. السيركتس اللي عليها كنترول باي كلوك وفي منهم ايدج سنسيتيف هنتكلم عليها لاحقا تسمى مين، فليب فلوبس. اللاتش بكل بساطه، خلينا نيجي لللاتش بكل بساطه. اللاتش عباره يمكن توصيله بالنور جيتس او بالناند جيتس. خلينا نبدا مع مين، مع اللي هو النور جيتس. عشان نبدأ مع النور جيتس، هنا بالنسبة للدوائر هذه you have to start with اللي هو بيسموه initial conditions. So your initial conditions إنه عندي أنا ما كانت عندي أنا S1 واللي R0 اللي هو set والreset ال S1 والR0، أنا عندي اللي هو cube 1 or not cube 0. تمام، هذه بيسموها مين، بيسموها الـ initial conditions. It's very important الـ initial conditions. هلقيتها عشان أنا أعرف الـ next state. أنتوا لاحظين إنه في عندي أنا toggle، هذا إيش بيسموه toggle، يعني ربط الـ output بالـ input، ربط الـ output بالـ input، هذا إيش toggling. أوكي، هلقيتها عشان أنا أعرف أو أحدد what is coming next. في قانون اسمه follow the dynamics. شو follow the dynamics؟ أوكي، هلقيتها أنت when you change you just do one bit change so you can follow the dynamics. يعني زي ما أنتوا شايفين أنا حولت الـ S من 1 إلى 0 but I kept R 0 0. So هلقيتها إيش بدي أعمل؟ أنا عايز أحول، هلقيتها أحول مين؟ الـ S إلى مين؟ إلى 0. حولنا الـ S إلى 0. Once I change the S إلى 0 يعني الداينامكس تبعتي بدت من وين؟ بدت من عند مين؟ من عند S. ومن عند S بدأ تبدد إيش؟ The flow of data. يعني كيف؟ أنا عندي هنا 1 or 0 it's 1 not it's 0. 0 or 0 it's 0 not it's 1.
ف it would keep the same state. يعني إذا أنا حولت الحالة من 1-0 إلى 0-0 I keep اللي هو إيش the same state, يعني no change, يعني no إيش there is no change. طب هل جيتها نعمل one bit change, هل جيتها حولنا من 0 إلى مين إلى 1, هل جيتها هذه حولناها من 0 إلى مين إلى 1. لما أنا حولها من 0 إلى 1 الداينامكس وين بدأت؟ الداينامكس بدأت من عند مين؟ من عند اللي هو الداينامكس بدأت من عند R. بدأت عند من R نبدأ إيش اللي هو الفلو of flow of signal من وين؟ من عند R. إذا أنا عندي 0, أنا عندي 0 or 1 it's 1 not هتصير إيش؟ هتصير 0. هل جيتها الزيرو بينتقل إلى وين؟ بينتقل إلى هنا زيرو أور زيرو بصير أنا عندي زيرو not it's one, فتغيرت الستيت من إيش؟ one zero إلى zero one. أنا أخذت مين؟ أخذت the opposite state. بالصورة هذه بتتم عملية مين؟ السويتشنج ما بين مين؟ الداتا. في أنا عندي نقطة مهمة جدا هنا, الانتقال من one zero إلى one one. هنا الانتقال من one zero إلى 1-0 إلى 1-1 بسبب مين؟ بسبب حاجة في اللوجيك غلط. كيف إنه the Q will its complement having the same state؟ على هذا الأساس بسموها مين؟ بسموها forbidden state. حقيقة إحنا لو أخذنا هاي أنا 1 عندي و 0, خلينا نستخدم الإريسر. أوكي let's erase كل شيء. Okay, let's do. هنا أنا عندي 1 S1 وال R0 وال Q1 وال U0. أنا عايز أحول هاي جيتا اللي هو ال R هتصير إيش؟ هتصير 1. إذا ال R صارت 1 let's follow the dynamics 0 1 1 or 0 it's what? It's 1 not it's 0 0 or 1 it's 1 or not 0. So I have here unlogical state. Logically it's undesirable state, عشان كده بيسموها ايش forbidden state. Okay, we can do the same for mean for NAND gates. For NAND gates, doing the same for NAND gates, we have to start also with ايش with a certain set of a logic values. إذا كانت الـ S1 العرب 0 أنا عندي الـ Cube 0 و not Cube 1. العكس مين؟ عكس اللي تبع التوي اللي هي الـ NOR gates. تعالوا نشوف إيش بده يصير هلقيتها هنا. خلينا ناخد just 1 عشان نوفر وقت. ناخد 1 bit change. إحنا غيرنا 0 إلى مين؟ إلى 1. فعلى هذا الأساس R صارت 1. لما صارت 1 R صارت 1 إذن الداينامكس بدأت من عند R. إذن هنا عندي 0 and 1 0 and 1 it's 0 not it's 1 1 and 1 it's 1 not it's 0. So لما أحول من 1-0 إلى 1-1 I keep the same state, فأنا عندي no change. تمام. هل جيتها let's take eraser, let's erase pen. Let's take which one? Let's take 1-1. In هي عبارة عن إيش؟ 0-1. ناخد 0-1. الS بزيرو والR 1. الS بزيرو والR 1 والPrevious state 0-1. Okay. هجيتها وين ال change صار؟ ال change صار عند S. وين ال change صار عند S؟ إذا هنا أنا عندي dynamics. أنا عندي هنا dynamics. إذا عندي أنا 1 and 0. It's 0 not بتصير إيش؟ بتصير 1. 1 and 1. It's 1 not بتصير 0. وهي ده هي بتصير إيش؟ the change اللي تشايفينه. Oops. I'm sorry. The change اللي تشايفينه
1 ومين وزيرو. وإذا حولنا ثاني إلى 1 1 1 1 it means هنا no إيش no change no change to what to the previous state. هنا no change to the previous state, we keep the previous state. حقيقة أنتوا زي ما تشوفتوا عنا في النور وفي إيش 1 1 is forbidden لأنه بعطينا على output 0 0. في النان 0 0 is forbidden لأنه بعطينا على output 1 1 برضو forbidden لأنه it's logically incorrect. فعلى هذا الأساس إحنا عايزين نطلع من إيش من الحالة هذه. عشان نطلع من الحالة هذه قعدنا نفكر أضفنا طبقة ثانية من وين من اللي هو الناند جيتس عشان نعمل شوية كنترول على مين على الفلو للداتا عن طريق حاجة اسمها إيش مفتاح اسمه enable.